الكثيرون كانوا قد اعتقدوا بأن كاحل كونور انكسر مع قرب نهاية الجولة الأولى. لا، الأمر قبل ذلك. كما ترون، ضربة لوكيك قوية من كونور تليها ضربة رجل أمامية، وبذلك هنا انكسار كاحل كونور. كما يتضح أمامكم، بدأ يفقد السيطرة في التحكم بقدمه اليسرى. نعم، هنا الكسر واضح تماما. ضربة لوكيك قوية جدا تصدها ركبة بوريه. نعم، هنا وقع الكسر. وسقوط كونور خلال نهاية الجولة الأولى كان ردة فعل طبيعية بعد انكسار كاحله. للأمانة، نحن من خلال هذا المقطع لا نسعى لتبرير أي شيء. كونور بعد نهاية النزال وهزيمته تلك أمام داسن غادر نحو المستشفى مباشرة من أجل إجراء عملية جراحية ليتماثل للشفاء ويعود قريبا. نتمنى له الشفاء العاجل. كان آخر كلامه قبل خروجه للمستشفى موجها للجميع: أنتم تحتاجون أناسا مثلي. يقصد هنا أنه قدم الكثير لرياضة الفنون القتالية المختلطة وتمكن من إشهارها لأبعد الحدود. أكيد لا أحد ينكر ذلك. من جهته، مدير بطولة UFC دانا وايت صرح بخصوص مستقبل كونور ماكغريغور بقوله: أنا حائر بين جعل داستن يقاتل أوليفيرا على اللقب أو إجراء نزال رابع بين كونور وداستن، لكن سنرى مدى الحالة الصحية لكونور بعد إجرائه العملية. إضافة إلى أنه عبر عن عدم إعجابه بالكلام البذيء الذي صدر من كونور في وجه زوجة بوريه، مضيفا أن المشادات الكلامية هي شيء جيد جدا لحماس الجماهير، لكن ليس إلى هذا الحد، فقد خرج عن النطاق الرياضي. أيضا داستن كان سعيدا على حد قوله أنه انتقم من كونور شر انتقام. وحول من يتساءلون عن ردة فعل بطل الوزن الخفيف البرازيلي تشارلز أوليفييرا، فهذا البطل يتمتع بشخصية رائعة جدا يميزها التواضع والروح الرياضية. وكان رده بخصوص مواجهة داستن حيث قال: هذه هي الفنون القتالية المختلطة، أنا البطل الآن ومستعد لمواجهة بوريه، لا أخاف أي خصم كيفما كان نوعه، وسيظهر من الأقوى بعد نزالنا. أكيد أن نزال داستن وأوليفييرا سيكون نزالا ناريا، لكن يبقى السؤال المطروح: هل كونور قادر فعلا على العودة للمنافسة، خاصة مع اشتعال الحرب في الوزن الخفيف بتواجد مقاتلين كداستن بوريه، تشارلز أوليفييرا وغيرهم؟ الكثير من المقاتلين في الوزن الخفيف أصبحوا أقوياء جدا، لذلك يبدو أن كونور سيجد صعوبة بالغة في العودة للمنافسة على حزام الوزن الخفيف. ما رأيكم أنتم؟ أجيبوني من خلال التعليقات. كان معكم أمين، إلى اللقاء.